حسناً، هل اتصل أحد منكم مع ممثلي اتحاد مصارعي الفضاء؟ ها؟ ها؟ ماذا يريد؟ أريدكم أن تكتبوا في صحفكم إن اتحاد مصارعي الفضاء يتحدى فقط عزام والنمر المقنع، وهذا مرفوض. أخبروهم ألا ينسوا أن هناك مصارعا اسمه ستان هانسن. إنه يتكلم بطريقة شعرية وجذابة يا تامر. سيد هانسن، هل تريد أن تقول بأنك تتحدى اتحاد مصارعي الفضاء شخصيا؟ تامر، لا تسأل أسئلة غبية. الأمر تماما كما قال هذا الصحفي. إني أتحدى اتحاد مصارعي الفضاء. لماذا لا تصارع بوتشر الذي يتحدى النمر المقنع؟ إن فكرتك معقولة حقا أيها الصحفي. سأريهم أنني موجود في هذا العالم وسأفوز، وبعدها سأتحدى النمر المقنع وأغلبه. إذن ستان هانسن يتحدانا. إنه يعقد مؤتمرا صحفيا الآن وفقا للتقرير اللاسلكي الذي بثه لنا كيلر منذ قليل. أذكر هذا المصارع جيدا، إنه مصارع قدير وذكي. سمعت بأنها هانسن يضرب، ولكن القط الأسود يتفادى ضربته. القط يهاجم من جديد. هانسن أقوى ولكن القط متفوق عليه. أخبرنا ما هو السبب برأيك يا سيد عزام. السبب سرعة القط الأسود. يجب على هانسن أن يتمكن من الإمساك به، وإلا فسيخسر. لقد أمسك هانسن بالقط. ها هي أخيرا. صور يا ميادة، انتبه، هذه لقطة الوهق يا تامر. يا إلهي، إنها لقطة الوهق. هذا رائع، إن القط الأسود أستاذ في الكاراتيه. ترى من هذا القط الأسود؟ هانسن في موقف صعب للغاية. استسلم يا هانسن. استسلم يا هانسن. إنها لقطة القفل الهندي، وهي من اللقطات الصعبة. إنها من تخصصك، أليس كذلك يا سيد عزام؟ تسبب هذه اللقطة آلاما حادة في ركبة الخصم، وغالبا ما تكون نهايتها الاستسلام. هانسن يصمد على الرغم من الآلام الحادة التي يعاني منها. إنه يرفض الاستسلام. اكتب هذا، إن هانسن يتحمل الألم وروحه القتالية عالية، إما الفوز أو الخسارة، ولكن لا استسلام. يا إلهي، وصل هانسن إلى الحبال. ها؟ انتظر هنا أيها القط. هانسن 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 هانسن. الجمهور مسرور جدا لروح هانسن القتالية، ولكن هانسن تعذى كثيرا. القط الأسود يهاجم، إنه يركل هانسن. يا هانسن خارج الخلب الآن. هذه الضربة القاضية. هذه هي سقطة الركبة المدوجة للقط الأسود. ها
قد ارتكب هانسن خطأ فادحا. لقد خسرت يا هانسن. ماذا؟ لم تنتهي المباراة بعد. ألم يهاجمني القط الأسود بينما كنت ممسكا بالحبال؟ الجرس، رن الجرس. تبا، يا له من غبي هذا الهانسن، لقد أضاع فرصته بالفوز. لا يمكن أن يكون القط الأسود بهذه الرشاقة. مرحبا. اهلا، لنرتح قليلا يا سمور. اهلا سيد عزام. لقد تحدى اتحاد مصارعي الفضاء النمر المقنع رسميا، والخصم هذه المرة هو القط الاسود. هذا صحيح. حسنا، ساقبل التحدي فورا. ما رأيك سيد عزام، هل يمكن ان يكون القط الاسود هو نفسه كيلياس؟ ماذا تقصد، بطل الكاراتيه المعروف؟ اجل. ولكن حركته توحي بأنه مصارع محترف ومدرب وليس لاعب كاراتيه. هذا يعني أن القط الأسود هو الأقوى من بين الذين أرسلهم اتحاد مصارعي الفضاء لمصارعتنا. سأهزمه بإذن الله.